نمبر 48 صفحة 48. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلنا نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظلا يوم القيامة على رؤوسنا وتقبل بنا موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى نؤمننا مقالا وتهوينا إلى جوار الخير مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبتنا عفونا على محبته واستعملنا على ملته وتوفنا على ملته واحشرنا في المرض الناجين وحرز به المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفار واسقنا بكأسه الأوفى ويسر لنا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات. فنعم المشتكى إليك أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. اللهم إنا إلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا ولذلك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تغيبنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم احفظ ضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا والمسلمين لا يخفى عليك. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا والمسلمين لا يخفى عليك. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا والمسلمين لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمور وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين.
اللهم يا نظرت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها اطف بنا وانقضى اللهم لك لطفا يليق بكرمك يا ارحم الراحمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بالاجنه في بطون امهاتها اطف بنا والمسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا ارحم الراحمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها اطف بنا والمسلمين في قضاء قدرك لطفا يليق بكرمك يا ارحم الراحمين اللهم انصر بفضلك ديننا واهلك بكفارة اعداءنا وامنا في اوطاننا وولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا وولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا ولن نعطك وغضبك عنا فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين ارحمك الله جزاك الله خير الحمد لله والموعظة من شيخنا الشيخ